بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما زلنا في مسألة الرؤية، ووقفنا عند قول الشيخ: وأما قولهم فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قولهم فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية. وهذا أيضا قالوا في فصل الرؤية حسما على الخوض في تأويل معاني صفات الرب بالوهم وفهم الرأي، لكي لا يقع في التشبيه والكيفية والتجسيم نعم، يعني لاستحالة إذن هذه المعاني. إثبات الرؤية كما ذكرنا قبل ذلك ثابت بالقرآن والسنة، والعقل لا يمنع رؤية الله سبحانه وتعالى، لأن مصحح الرؤية هو الوجود، فكل موجود يصح أن يرى. ومع ذلك قد يسبق إلى الوهم أن تكون الرؤية الله سبحانه وتعالى معناها تحديد أو وجود حد لله، أو معناها وجود مسافة، أو معناها إحاطة بذات الله تعالى، أو نحو ذلك من المعاني التي تسبق إلى الوهم. فلذلك مع إثبات الرؤية قالوا: فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، يعني رؤيته ليست كرؤية غيره، لأنه واحد فرد صمد. فعندما نثبت له الرؤية فرؤيته لا تعني أبدا التحديد، ولا تعني التشبيه، ولا تشبه شيئا مما نراه أو مما تقع عليه رؤية الإنسان، أو لا تشبه شيئا من رؤية شيء من الموجودات. فلهذا جاء بهذه الكلمة. طيب، تفضل. لكي لا يقع في التشبيه والكيفية والتجسيم لاستحالة هذه المعاني على القديم تعالى، فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات الوحدانية بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبقوله: هو الله الواحد القهار، وبقوله: وعنت الوجوه للحي القيوم، وبقوله: قل هو الله أحد الله الصمد. ونعت نفسه بنعوت الفردانية بقوله: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وبقوله: لم يلد ولم يولد. نعم، هذه الأسماء والصفات كلها تضبط مسألة الرؤية. يعني أهل السنة عندما يثبتون الرؤية عملا بالقرآن والحديث، فإنهم لا يأخذون آيات الرؤية وأحاديث الرؤية بمعزل عن بقية الآيات والأحاديث. نعم، رؤية، لكنها رؤية الواحد القهار الصمد الأحد الذي علت له الوجوه، بديع السماوات والأرض، الذي لم يلد ولم يولد. أيضا لا بد أن تنضاف وتنضم هذه الصفات وهذه الآيات إلى آيات إثبات الرؤية، حتى ينضبط العقل عندما يفكر أو عندما يؤمن بمسألة الرؤية. نعم، ولم يلد ولم يولد هنا فيها معنى لطيف. لم يلد ولم يولد قد تفهم بالمعنى المعهود، إنه ليس له أب وليس له أم وليس له والد وليس له والدة وليس له ابن وليس له بنات. هذا هو المعنى المعهود، لم يلد ولم يولد. وهناك معنى لطيف آخر عادة ما يذكر عند السادة الصوفية، وهو إن الله سبحانه وتعالى لا يولد، بمعنى لا يعرف بالفكر،
لا يتولد من فكرة. طيب ما علاقة هذا بمسألة الرؤية؟ علاقتها إنك ينبغي أن تؤمن بالرؤية دون أن يولد العقل صورة أو حدا أو تشبيها لله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. وأما قولهم ليس في معناه أحد من البرية، فإنما قالوا ذلك لئلا يتوهم أحد في إثبات الرؤية الموعودة في الآخرة معاني الرؤية المعهودة في الشاهد من البرية، وإنما يراه أهل الجنة في الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما عرفوه في دار المحنة والعبادة بلا إحاطة ولا كيفية، فإن الله تعالى نزه نفسه عن معاني خلائقه على المبالغة على نسق ذكر أقسام العالم، فبدأ بذكر ألوهيته وربوبيته بقوله ذلكم الله ربكم، إلى أن ذكر قهره وسلطانه بقوله فاطر السماوات والأرض، فدخل تحت قهره وسلطانه بذكر السماوات ما فيها وما فوقها من مخلوقاته، ودخل بذكر الأرض تحت قهره وسلطانه الأرض وما فيها وما تحتها. يعني هو قاهر ليس بمقهور، قاهر ليس بمقهور، لأنه لو دخل أو لو أحاطت به عين الإنسان وأحاط به فكر الإنسان لكان واقعا تحت تصرف الإنسان بوجه من الوجوه، مقهورا لفكر الإنسان ونظره بوجه من الوجوه. فلذلك عندما يقول فاطر وقهار ورب، هذه المعاني كلها تعني أنها ليست رؤية فيها نوع تشبيه أو فيها نوع وقوع تحت تصرف الفكر أو العقل للإنسان أو تحت تصرف العين الإنسانية وهكذا، وإنما رؤية منفية عنها كل هذه المعاني. طيب ثم ذكر المقصود من العالم، وهم البشر المشتمل على الأزواج والأصناف بقوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ثم ذكر ما جعل لهم من الأنعام المشتملة على الأزواج والأصناف بقوله ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، ثم ذكر على نسق جميع أقسام العالم تعاليه عن مماثلة شيء من أقسام عالمه، فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم واضح. فهذا نص محكم لا احتمال فيه نفي دع نفى لا احتمال نعم فيه نفي تعالى نفى تعالى عن نفسه. نفى تعالى عن نفسه مشابهة شيء من مصنوعاته ومخلوقاته ومحدثاته التي هي بذواتها وصفاتها دلالات على ثبوت صانع واحد حي قديم قادر حكيم مدبر عليم مريد سميع بصير. وقد تقدم ذكر البراهين القطعية فيما مضى، فلهذه الأدلة القاطعة قال فقهاء الملة في تنزيه ذات القديم تعالى وصفاته ليس في معناه أحد من البرية، إذ البرية جميع الخليقة، فيستحيل كون المحدث المخلوق في معنى القديم الخالق. نعم نعم وأما واضح قوله واضح. تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، فإنما قالوا ذلك لما سبق
بيانه من البراهين الساطعة والحجج القاطعة على تعاليه عن جميع معاني خليقته، إذ الحد وصف المحدود وهو المحصور، والغاية عبارة عن النهاية، والأركان والأعضاء صفات الأجسام، والأدوات آلات الأجسام، والقديم سبحانه وتعالى يتعالى عن هذه الأوصاف كلها. هذا النص من العقيدة الطحاوية يا أيها الإخوة، نص محكم في نفي مشابهة الله سبحانه وتعالى لخلقه، ونص محكم أيضا لبيان عقيدة السلف في نفي الجهة ونفي الأدوات والأعضاء عن الله سبحانه وتعالى. لذلك تجدون الإخوة التيمية الذين يسمون باسم السلفية في هذا العصر إذا شرحوا العقيدة الطحاوية، وهم كثيرا ما يتمسحون بالعقيدة الطحاوية، لا يقبلون هذا النص من الإمام الطحاوي رحمه الله: تعالى ربنا عن الحدود والغايات. بل بعضهم ألف والعياذ بالله كتاب في إثبات الحد لله سبحانه وتعالى. فلا أدري والله هؤلاء من سلفهم في هذا سوى بعض المجسمة الذين لا يفقهون قول أو بعض المتمسحين بالحديث والمحدثين الذين لا شغل لهم بالفقه ولا بالكلام ولا بالعلم ولا بالنظر، وتجاوزوا حدودهم حين تكلموا في العقائد. فتعالى ربنا عن الحدود والغايات. الحدود جمع حد، والمحدود هو المحصور. المحصور يعني أنت محصور، لك بداية ونهاية، لك طول وعرض وعمق. طولك 170 سنتيمتر مثلا، عرضك كذا. فهل لله عز وجل حد؟ الله ليس له حد، تعالى الله عن ذلك، لأنه لو كان له حد لاحتاج إلى مخصص يخصصه بذلك الحد دون غيره، ولو كان له مخصص لم يكن إلها ولا يصح أن يكون إلها. ثم لو كان له حد لكان محصورا محدودا بحده لا يتجاوزه، ولو كان كذلك لا يكون إلها أيضا. والغايات جمع غاية، والغاية هي النهاية. يعني هل لله نهايات؟ يعني حواف. والأركان والأعضاء والأدوات. الله سبحانه وتعالى ليس له أدوات، يعني إذا سمع فإنه لا يسمع بآلة أو بأداة اسمها الأذن كالإنسان مثلا. إذا قلنا الله عز وجل موصوف بأنه بصير، فهذا لا يعني أنه سبحانه وتعالى يبصر بصفة أو بأداة، أو متصف بصفة البصر مع وجود أداة العين كالإنسان. لا، هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى الإجابة عن السؤال الذي يسأله كثير من الناس، يظنون به أنهم بذلك يلزمون الأشاعرة والماتريدية حين يقولون: الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنتم يا أيها الأشاعرة ويا أيها الماتريدية أولتم اليد وأولتم العين وأولتم الساق وأولتم الجنب وأولتم الوجه، فيلزمكم كما أولتم اليد والعين وهذه الصفات الخبرية أن تؤولوا أيضا السمع والبصر، لأنكم إذا قلتم الله ليس كمثله شيء وبالتالي نحن نؤول اليد لأنها توهم التشبيه، فالسمع أيضا يوهم التشبيه، والبصر أيضا يوهم التشبيه، والإرادة توهم التشبيه، لأن الإنسان له إرادة أيضا، الإنسان له سمع أيضا، الإنسان له بصر أيضا. فيلزمكم يا أيها الأشاعرة ويا أيها الماتريدية أن تؤولوا سائر الصفات
لأنه ما من صفة إلا ويمكن اتصاف الإنسان بها، فإذا أولتم اليد والعين ونحوهما من الصفات الخبرية فيلزمكم تأويل الصفات الأخرى، فأنتم متناقضون. هذا وجه الاعتراض. أما الجواب عنه فنقول هناك فرق بين هذه الصفات وتلك، فنحن أو فريق منا أهل السنة يؤول هذه الصفات كاليد والعين والوجه لأنها أدوات، ولأنها أعضاء، ولأنها أجزاء. أما السمع فهو معنى، أما البصر فهو معنى، أما الإرادة فهي معنى، أما العلم فهو معنى. وإذا كانت الصفة معنى فإنها بذلك تقبل التفاوت، تقبل التفاوت. فعلم التلميذ ليس كعلم الأستاذ، هذا عنده علم، هذا موصوف بالعلم وهذا موصوف بالعلم، لكن العقل يفهم الصفة بحسب من تضاف إليه هذه الصفة. فعلم العالم ليس كعلم النبي، وعلم النبي ليس كعلم الله. فهي صفات معنى، والمعاني تقبل التفاوت بحسب من تضاف إليه. فلذلك نحن لا نؤول الصفات التي هي معنى، وإنما أول فريق منا الصفات التي هي طبعا ليست صفات، لكن نحن نسميها صفات جريا على لغة الخصم، لكنها في الحقيقة لا تسمى صفات، وإنما هي أجزاء وأعضاء. وهي وإن تفاوتت، لأنهم أيضا يقولون هي أيضا تتفاوت، فيد الإنسان ليست كيد النملة، ليست كيد الفيل، نقول نعم هي تتفاوت أيضا، لكنها في النهاية كلها أجزاء وأبعاض وأدوات، والله سبحانه وتعالى ليس له أجزاء ولا أبعاض ولا أدوات. ولو قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو العين والأذن لوجب تأويلها، لكن الله تعالى لم يقل وهو العين والأذن، بل قال وهو السميع البصير. والسمع والبصر صفات معنى، فيجب إذن يا أيها الإخوة أن نعرف لماذا فرق أهل السنة بين صفات وصفات. فأول بعض الصفات أو بعض الإضافات لأنها أجزاء وأبعاض بأصل المعنى اللغوي. يعني إذا كلمت أي عربي ما معنى اليد الجارحة، هذا أول ما يتبادر إلى الذهن. العين جارحة، الساق جارحة، فهذه أعضاء وأدوات والله عز وجل يتعالى عنها. أما إذا أضيف لله معنى من المعاني فالمعاني تتفاوت بحسب من تضاف إليه. لذلك نحن عندما أعود وأقول ما قلته في البداية، وهو نحن عندما نثبت لله سمعا فلا يلزم من إثبات السمع لله تعالى وجود أذن، حاشا لله. نحن عندما نثبت لله بصرا فلا يلزم من ذلك إثبات عين هي الجارحة أو تكون آلة أو أداة أو واسطة، الله عز وجل يفعل بلا أداة وبلا وسائط، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما في أدوات ولا في وسائط. الإنسان فقط هو الذي يحتاج، أو المخلوق فقط يحتاج إلى أدوات ووسائط، لأنه تمنعه الموانع وتحول دونه الأمور عن تحقيق مراده. أما الله عز وجل فليس كذلك.
تعالى ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذه كلها لا يجوز وصف الله بها، لأنه لو وصف سبحانه وتعالى بالتجزؤ والتبعض لكان محتاجا إلى، أولا محتاجا إلى كل عضو من هذه الأعضاء، يعني كل عضو من هذه الأعضاء يحتاج إلى بقية الأعضاء حتى يكتمل ويتكمل، ثم لكان محتاجا أيضا إلى من يركب هذه الأعضاء، فلا يكون إلها لأنه محتاج، ويكون محتاجا إلى من يخصص أيضا كل عضو بوظيفة. فالاحتياج هنا له ثلاث صور: احتياج كل عضو إلى غيره، الاحتياج إلى المخصص، ثم الاحتياج إلى تخصيص كل عضو بوظيفة، والاحتياج إلى ماذا؟ إلى تركيب هذه الأعضاء. فكلها احتياجات ربنا سبحانه وتعالى غني عنها، فلذلك لا يصح وصفه بأنه له أعضاء أو له أركان أو يحتاج إلى أدوات. والقديم سبحانه يتعالى عن هذه الأوصاف كلها لما هي دلالات على صانع قديم صنعها ودبرها، فيستحيل أن يكون الصانع القديم متصفا بأوصاف المصنوعية، يعني التركيب والأعضاء والأدوات تحتاج إلى صانع، هذا الصانع لا بد أن يكون قديما، وإلا لو كان حادثا لتسلسل الأمر. فهذا القديم سيكون عندئذ هو الإله وليس الله ذو الأدوات، هو الله المعبود. وأما قولهم لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فهذا النص أيضا غصة في حلوق الوهابية المسمون زورا في عصرنا باسم السلفية. لذلك إذا راجعتم طريقتهم في شرح العقيدة الطحاوية تجدونهم لا يحبون هذه النصوص الصريحة في رد مذهبهم، لأن هؤلاء القوم يدعون أن لله جهة هي العلو، يدعون أن لله جهة هي العلو أو الفوقية، والفوقية هنا يقصدون فوقية حقيقية، يعني الذي يسكن في الدور العاشر أقرب إلى الله من الذي يسكن في الدور الأرضي، هكذا. ثم يستدلون على ذلك بآية عجيبة لا تدل على مرادهم، وهي قوله تعالى أأمنتم من في السماء. فإذا قلت له يا أخي آية في السماء معناها أن السماء تحيط به من كل جانب، معناها أن السماء أكبر منه وهو جزء منها أو جزء داخلها، لأن في تدل على الظرفية، قال لك لا، لا نقصد في بمعنى في، وإنما في هنا بمعنى على، على السماء، في السماء يعني على السماء. فنقول له هذا تأويل، هذا تأويل، وأنت تريد الهرب من التأويل، أنت تنكر التأويل، فلماذا أبحت لنفسك التأويل هنا؟ ثم أين الآيات الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ ثم أين قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ فلماذا جعلت أأمنتم من في السماء أصلا وما سواها مؤولا؟ سيأتيك إنسان آخر ويقول أنا سأجعل وهو معكم أينما كنتم أصل والباقي مؤول أيضا، فيكون الله عز وجل معنا معية حقيقية في كل مكان، والآية تقول وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، صريحة أيضا في هذا. فمن يقول الله في السماء يعني على السماء ارتكب خطأين: الخطأ الأول أنه لجأ إلى التأويل وهو بخلاف مذهبه، الخطأ الثاني أنه
تحكم فجعل بعض الآيات أصل والأخرى فرع أو أولها أو جعلها مفسرة بالآيات التي اختارها، وهذا تحكم لا دليل عليه، وهذا تحكم لا دليل عليه أو ترجيح بلا مرجح. سيقول لك: دلت الدلائل الأخرى على اتصاف الله تعالى بالعلو وهو العلي العظيم. أقول له: نعم، هناك علو لله يثبته أهل السنة والجماعة كما تثبتونه أنتم يا أهل البدعة والضلالة، وهو العلو المعنوي وليس العلو الحسي، العلو الذي نقول فيه الوزير أو الرئيس فوق الوزير، الإمام فوق المأموم، فوقه يعني يجلس عليه، فوقه يعني فوقه فوقية حسية، لا، الفوقية هنا فوقية معنوية، فوقه يعني في الرتبة. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الفوقية المعنوية كما قال الله تعالى في القرآن وكما يليق بجلاله. أما أن يكون في جهة فوق، أما أن يكون العلو بمعنى العلو الحسي، فهذا يوهم النقص ويوهم التحديد ويوهم التخصيص في حق مولانا سبحانه وتعالى، وكله نقص في حقه. أن يخص أو أن يخص بجهة دون جهة يحتاج إلى مخصص. أن يكون فوق بمعنى أن بينه وبين الخلق مسافة معينة، أو بمعنى الفوقية الحسية، هذا معناه وجود حد لله عز وجل، وهو ما التزمه بعض المبتدعة. التزم بعض المبتدعة أن لله تعالى حدا من جهة العرش. لماذا؟ لأنهم فهموا أن الله قاعد على العرش، الرحمن على العرش استوى يعني قاعد، وطالما قاعد إذن هناك حد من جهة التحت على الأقل. هذه الأفكار العفنة لا تخرج إلا من عقل أشرب التجسيم، لا تخرج إلا من عقل لا يستطيع أن يخرج خارج العالم المادي. يا أخي، إذا كنت لا تستطيع فسلم أمرك لله وقل: الله أعلم بمراده، أريح المسلمين منك ومن كلامك ومن بدعك. أما أن تخوض وأنت لا تفهم ولا تعي معنى الكلام فهذا هو البلاء. إذن لا تحويه الجهات الست: الله عز وجل منزه عن المكان. لماذا؟ لأن المكان لم يكن ثم كان، والله تعالى موصوف بصفات الكمال قبل أن يوجد العالم، لم يتكمل بشيء ولا تزيد صفاته شيئا، بل هو كامل سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن في مكان ثم صار في مكان، سألنا: هل كان قبل المكان كاملا أو ناقصا؟ فإن تكمل بالمكان فقد كان ناقصا، فإن تكمل بالمكان فقد كان ناقصا، وإن كان كاملا فلا حاجة له إلى المكان. ثم إن لم يكن موصوفا بالمكان ثم وصف بالمكان بعد خلق المكان، فهذا يعني التغير في حقه تعالى، والتغير من صفات المحدثات. القديم لا يتغير سبحانه وتعالى، هو الأول وهو الآن على ما عليه كان. فالمكان خلق، المكان مخلوق،
كالزمان، والله عز وجل فوق الزمان وفوق المكان، وهو الآن على ما عليه كان. سيأتيك ابن تيمية ويقول لك: وجود موجود تخلو عنه الجهات الست مستحيل، معناه أنه عدم غير موجود. نقول له: وجود موجود من شأنه أن يتصف بجهة من الجهات الست مستحيل، لكن وجود موجود ليس من شأنه الاتصاف بجهة من الجهات الست ليس مستحيلا. كما تقول: هذا الكتاب، ما الذي يليق بالكتاب؟ هل يمكن أن تقول الكتاب حي؟ لا يمكن. هل يمكن أن تقول الكتاب ميت؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الكتاب ليس من شأنه أن يوصف بالحياة والموت، فإذا رفعت عنه الحياة والموت لا يقال ارتفع النقيضان وهو محال. فإذا أهل السنة قالوا: وجود موجود تخلو عنه الجهات الست محال، نعم، إذا كان من شأنه الاتصاف بجهة من الجهات. أما وجود موجود وهو الله عز وجل تخلو عنه الجهات الست، وأنه ليس من شأنه أن يتصف بواحدة منها لتعاليه عليها، هذا ليس محال، هذا ليس محالا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقف هنا ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله من قوله: لا تحويه الجهات الست. أي سؤال يا مشايخ؟ إذن أستاذ الكريم، صفة لا نؤول صفات المعاني، نعم، لأن الصفات كالرؤية والسمع والقدرة والإرادة، لأن هذه الصفات معنى. نعم، القدرة والإرادة والعلم صفات معاني. لا يتصور في الذهن كالأعضاء والأدوات، وتقبل التفاوت. تقبل التفاوت، نعم، يعني تفهم بحسب من تضاف إليه. أما أنا صفات السمعية نسبة، نعم، اليد والوجه والأعضاء، فهي أدوات وأعضاء حتى وإن اختلفت من حيوان إلى حيوان، فهي في النهاية أعضاء وأدوات وأجزاء. لذا نؤوله، يجب أن لذا لا بد من تأويلها عند فريق من أهل السنة والجماعة، وفريق آخر ينفي معناها الحقيقي ويؤولها تأويلا إجماليا ويفوض العلم بها إلى الله تعالى. يعني التأويل قدر مشترك بين المفوضة والمؤولة، لكن هؤلاء يؤولون تأويلا إجماليا لأنهم يصرفونها عن معناها الظاهر، وكل صرف للفظ من معناه الظاهر إلى غيره فهو تأويل. فالمفوضة أيضا مؤولة، لكن تأويلهم إجمالي. أما الذي يفسرها ويقول اليد بمعنى القدرة ونحو ذلك فهو تأويل تفصيلي. نعم. وتسمية هذه صفات سمعية كتسمية الحديث الموضوع، نعم؟ نعم، نحن نسميه باعتبار زعم زاعمه، وإلا فهي ليست صفات أصلا. لا نقول فلان موصوف بصفة اليد، اليد ليست صفة، اليد جزء.
أحسن الله إليك. جزاكم الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.